الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فلاش باك. في هذه الحلقة نحن نتحدث عن ناحية مفاهيمية، لأن برنامج فلاش باك يختص بإعادة قراءة التاريخ، وقد في يوم ما يتحول إلى وثائق كتابية فيكون أيضا متعلق بإعادة كتابة التاريخ من جديد. معنا البروفيسور عبد الله حمدن الله، الباحث والكاتب والمؤرخ، وإن لم تكن تحب هذه الكلمة. مساء النور وأهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ عفوة، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء. نحن الأسعد بكل تأكيد. الله يكرمك. بروفيسور، هنالك عدة مشاكل قبل أن ندخل إلى مفهوم إعادة التاريخ أم إعادة كتابته أم إعادة قراءته. هنالك مفهوم شائع إنه إحدى المشكلات التي نواجهها هي المشاكل الشفهية، شفهية حتى فيما يتعلق بالأفكار، شفهية حتى فيما يتعلق بإعادة كتابة التاريخ. هنالك بعض القصص التي نسمعها لأول مرة ولا نقرأها، مثلا مندي بالسلطان عجبنا التي كانت تحمل صغيرها وتحارب الإنجليز ووجدت هذا الصغير ميتا على ظهرها. هذا الأمر لا نجده في كتب التاريخ بتاتا، فليتك تدلف لنا من ناحية شفهية المجتمع السوداني. للأسف معظم تاريخنا شفاهي، وكما يقال معظم تاريخنا ذهب إلى القبور بعد أن كان في الصدور، لأن الناس الذين يعرفون هذا التاريخ بل الذين يصنعونه قد انتهوا من الله. وليس التاريخ البعيد بل التاريخ القريب، الذين صنعوا الحرب الوطنية ذهبوا بدون ما نكتب شيئا يذكر، الكتب قليل جدا منها. فيما يتعلق بالحوادث الشفاهية، كثير منا دخل في طور الفولكلور، والأصل صحيح، لكن بعد كده الروايات أصبحت يعني على سبيل المثال أنت ذكرتي مندب السلطان عجبنا، لكن في السورية كانت هناك نصرة بتاعت عدلان أيضا صنع حولها كثير جدا، وهناك رجال أيضا صنع حولهم كثير جدا، بينما النساء والرجال الذين كانوا جزءا من التاريخ نحن لا نذكرهم كثيرا. يعني من منا مثلا يذكر الملكة آمنة والملك خويلد ود الحسن في جنوب النيل الأزرق الذين حكموا لفترة هنالك. الشفاهية هذه يعلل كثير من الناس بأسباب مختلفة، بعضهم يقول لأننا مجتمع رعوي، والمجتمع الرعوي بطبعه يعني مجتمع شفاهي. لكن يا بروف لو سمحت لي بمداخلة قصيرة قبل أن نكون مجتمعا رعويا، إذا عدنا إلى 7000 عام من التاريخ نجد الأهرامات على مروي وإهرامات البجراوية وكذا وجبل البركل، هنالك نقوش وهنالك توثيق، فما هو الشيء الذي جعل الذاكرة التاريخية السودانية الحديثة شفهية بينما الذاكرة النوبية القديمة السودانية تؤول إلى الكتابة وإلى التأرخة؟ أنا ماشي معك في كده، وبعضهم يعتقد أن التصوف له دور في ذلك، بينما أقدم كتاب على السلطنة الزرقاء كتاب تصوف ليس وضيف الله الطبقات، ليس هذا طبعا صحيح بالطبع. أنا في تقديري السبب الأساسي أن الثقافة العربية الإسلامية حين دخلت السودان دخلت في عصور انحطاطها مش في عصور حيويتها، يعني لما دخلت الشام ومصر دخلت وهي في عصور حيويتها، ولذلك يكتب ويؤلف، وحتى المغرب العربي في عصور حيويتها، لكن لما دخلت عندنا نحن دخلت وهي في عصور ضعفها وانحطاطها بعد أن تحولت إلى متون وحواشي. ولذلك أصبح المثقف ما هو الشخص المفكر، وده حربط لك بظاهرة عندنا في السودان للأسف، ما هو الشخص المفكر؟ هو الشخص الحافظ للمتون، ومن ثم أصبح هم الإنسان أن يقرأ وأن يحفظ لا أن يكتب. وحتى الحفظ ليس له علاقة بالتفكير يعني بأي حال من الأحوال. نعم، وده طبعا في مقولة في الثقافة العربية الإسلامية يقول لك من حفظ المتون حاز الفنون. وعندنا في السودان الواحد لما أسرة تسبعه للخشب للخلوة بتقول للفتي لك اللحم ولين العظم، ولذلك
قلت مسألة الكتابة دي أربط لك مع ظاهرة ثانية. نحن أبرز مثقفين في السودان الحفظة ما المفكرين. كده يفكر دلوقتي في أبرز المثقفين السودانيين، يعني السودانيين يعجبوا بالحافظ الذي وباستدعاء التاريخ وباستدعاء واستدعاء الحوادث القديمة. والنصوص، والنصوص إذا نصوص دينية، إذا نصوص أدبية، إذا نصوص تاريخية، إذا نصوص بأي، الشخص اللي بيحفظه هو النموذج للمثقف، نعم مش المفكر. نعم بروف، برضو في مداخلة قصيرة لو سمحت لي بها. يعني بشوف انه حتى الشواهد التي تفضلت بذكرها، مثلا كتاب طبقات والضيف الله، محمد النور والضيف الله، حتى هذا الكتاب الذي كان عبارة عن تأرخة لتاريخ السلطنة الزرقاء، بصراحة شديدة معظمه قائم على الأفكار، دعنا نقول فيها ميتافيزيقية عالية أو فيها عدم واقعية. لو أخذنا مثال مثلا إسماعيل صاحب الربابة، الرجل الذي يعني هو في نفس الوقت شيخ وفي نفس الوقت يعزف الموسيقى وفي نفس الوقت يعجب بالفتيات الشديدات الحسن وكذا، ويذهب لناحية الملاماتية وغيرها من المفاهيم الصوفية، فلماذا حتى كتابة التاريخ إذا قامت على أيدي سودانية كما تم في الطبقات تجد أنها غير آيلة للعقل بطريقة منطقية، يعني غير مقبولة؟ ما قال المناخ الصوفي الذي كتبه وضيف الله كان يعتقد فيه إلى عهد قريب، بل إلى الآن هناك من يعتقد في هذه الأشياء، لأنه ده المناخ الصوفي الذي كان موجوداً. والضيف الله نفسه كان بيشعر بأن المسألة دي ما تمام، يعني لما يتكلم عن إسماعيل صاحب الربابة، وبعدين زول قال كانت ربابته بترقص الخيل، وكان بحب تهجة وبحب هيبة، وبيقول فين شعر النسوان بلا هيجم قلايد، نعم لحم سوق الرخيص مشرب حدايد. ما نعم، فهو لما شعر بأنه يعني دي ما بتتناسب مع زول شيخ متصوف، في النهاية قال وعلى العموم فإنه من الملاماتية. والملاماتية في التصوف هم الذين يفعلون اللوم في الظاهر لإخفاء الأسرار الأقدسية، الأسرار الأقدسية عندهم في 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 الباطن. لكن على أي حال، مهما كتب الضيف الله ومهما كان في كتابه من تجديف بعيد، لكن لا بد أن يحتفظ له بأمرين. أولا أنه كتب. دي واحدة، أحيا سنة. أنه كتب، ونحن مشكلتنا أنه ما بنكتب، فدي أنا أفتكر كانت ميزة كويسة منه. الحاجة الثانية، هو صحيح كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والعلماء والصالحين والشعراء، يعني الاسم طويل شوية، صحيح هو كتب عن الأولياء والمتصوفة وكده، ما للأسف ما الشعراء ما إلا ما جاء في ثنايا الترجمة نفسها، لكن ما ننسى أنه في خضم ده كله هو أرخ لنا للتاريخ الاجتماعي السوداني والمعتقدات نفسها. نعم التاريخ، يعني الليلة أنا لو داير أتكلم عن حتى عن الماكل والملبس والزي، بجد في الطبقات في الفترة ديك، إذا دار أتكلم عن العلاقات الاجتماعية، عن الزواج، عن الوفيات، عن كده، يعني وضيف الله، يعني أنا أفتكر إذا نظرنا له ككتاب دين يمكن يكون في رأي. وضيف الله قد يكون برضو سلك مسلكا ربما يعني مسلك مغاير في كتابة التاريخ، اللي هي الاحتفاظ باللكنة السودانية أو اللهجة المحلية، حتى في تحقيق بروفيسور يوسف فضل يضطر أنه يحول الكلمات شديدة الدارجية الموغلة في الدارجية إلى اللغة العربية الفصحى مرة أخرى في إشارات التحقيق. طيب إذا جنحنا إلى محور آخر، اللي هو مسألة إعادة كتابة التاريخ، قبل أن نعود إلى إعادة القراءة التي تتبناها، في إعادة كتابة التاريخ البعض يرى أنه معظم المؤلفات الموجودة عن تاريخ السودان بيد أجانب. مثلا أشهر كتاب على الإطلاق تاريخ وجغرافيا السودان لنعوم شقير هو شامي، سلاطين باشا، السيف والنهار، معروف أنه عنده عداء عن الأشخاص الذين كتب عنهم هذا الكتاب. فهل مسألة الكتاب بأيدي مغايرين قد يكون فيها خلل مفاهيمي لم يكن خلل نقلي مقصود؟ بالقطع، يعني صحيح هناك مؤرخين غير سودانيين كتبوا بنوع من الحياد، مش حياد تام، لكن بنوع من الحياد، إنما
يعني أكثر المؤرخين الذين كتبوا إذا كان من الإنجليز أو من المصريين، بالذات عن الفترة بتاعت المهدية والتركية والعصر الحديث، يعني كتبوا قطعا يعني برؤية لا تتفق مع رؤيتنا السودانيين نحن كسودانيين. ولما أقول رؤيتنا كسودانيين، نحن طبعا نفسنا مختلفين في تاريخنا، نفسنا مختلفين في تاريخنا على حسب الرؤية والحمولات النفسية والحمولات والوجدانية. النفسية والوجدانية بتاعت كل، لكن في أشياء متفق عليها، يعني حتى دي ما يعني كتبت بصورة يعني أنا أفتكر فيها كثير من على سبيل المثال الفترة التي أعقبت المهدية، الفترة التي أعقبت المهدية، الرؤية المصرية بتقول استرجاع السودان أو استرداد السودان، باعتبار أنه السودان كان تابع تحتاج لمصر، المصري. تابع لمصر، الخديوية المصرية، المهدية تمر الداخلي انتهت، يبقى السودان راجع لمصر على حسب اتفاقية برلين. الذين يذهبون مع الرؤية الأخرى يسموه فتح السودان، يسموه كأنه مسألة جديدة تماما لإلقاء حقوق مصر في السودان، كل واحد كتب من وجهة نظره، لكن احنا كسودانيين نسميه شنو؟ ده استعمار السودان الذي تم هو استعمار السودان. فنحن لم نصحح المفاهيم التي كتبها أولئك، وما زلنا يعني تمسك، كان إنسان كبير جدا وكان سياسي وكان في مجلس السيادة، في مذكراته طوال بيكتب فتح السودان فتح السودان فتح السودان فتح السودان، ما في لحظة مرة واحدة كتب استعمار السودان. اللي هو منو بعد إذنك التذكير بالمؤلف؟ معليش أنا ما داير ما دار تشير له إشارات قد تدخل في بعض المشاكل، لكن أنا شايف إنه هو أحمد محمد ياسين، أحمد محمد ياسين. ولذلك أنا أفتكر يعني الكتاب بتاع الأجانب، الكتبوا الأجانب محتاج منا لتثبت كثير، وأديك مقياس أنا قاعد أعمله كثير جدا. مثلا كتابة حول شخصية واحدة، جيبي نعوم شغير، وجيبي صلاتين باشا، وجيبي إبراهيم فوزي، وجرين، تلقين متناقضات شديدة التناقض. ليه؟ واحد مثلا يعني بي بي بيحترم الراجل ده لأنه عمل معاه أزدليه ويد، وواحد ما بيحترمه، ده يكتب به ويبقيه ملك، ده يكتب به وينزل به الأرض. دخول الذاتية في في التأرحة. الذاتية، وأنا أتمنى أنه كل باحث لما يقرأ حول الأشياء دي ما يقرأ من كتاب واحد، الموضوع الواحد يقراه من كتب مختلفة، تلقي شديد التناقض، وهم كلهم استعماريين. طيب يا بروف، إذا دارين ندخل لمفهوم آخر، يعني حتى القصة الواحدة والقريبة ولا زالت محفوظة في صدور الرجال تجد لها أكثر من قراءة، يعني في فلاش باك نضطر أن يكون في أكثر من حلقة لإيضاح زوايا متعددة، ويعني في النهاية بنكون طلعنا بينه والله أثرنا البركة الساكنة ولم نصل إلى نهايات. مثلا حادثة الجزيرة أبا، تجيب الأنصار رؤيتهم مغايرة وبالأدلة الدامغة وبالمواثيق، تجيب الذين كانوا يحكمون في مايو يتحدثون عن الحركات الموجودة وعن لا بد من استتباب الأمن الداخلي، ويتحدثون أيضا بالأدلة والمواثيق. ف يعني كيف يمكن أن نجد رؤية وسيطة أو وسطية مقبولة للتاريخ؟ لأنه أحيانا تكون هنالك زوايا متناقضة جدا في حدث قريب جدا كمان. مش رواية وسطية، أنا ما داري أوفق بين الروايتين عشان أحصل لحاجة في النص، أنا داري الحقيقة وين. المؤرخ الذي يمتلك منهج تاريخي يستطيع أن ينفذ إلى الحقيقة من خلال الروايات المتضاربة، لكن المشكلة لما يتناول التاريخ الذين لا يملكون منهج، هنا بتكون في مشكلة كبيرة جدا. فنحن يعني لا بد أن نقيم دراساتنا على مناهج سليمة، إذا عملنا كده
بنصل. أمر آخر، الحقيقة لا تخضع للرضا والغضب، الحقيقة تخضع لصحته. بعد ذاك من يغضب ومن يرضى هذه ليست قضية المؤرخ ولا قضية الكاتب، بل قضيته أنه يبين أين تكمن. نحن عندنا هنا في السودان حقيقة الذي يعني تكتب على خلاف رأيه طوالي بيصنفك وطوالي بيغضب أو يرضى. لا، نحن لابد أن نقوم المسألة وفقا للحقيقة ووفقا للنتيجة التي تقودها المقدمة، وليس القفز بالمقدمة إلى نتيجة غير منطقية ولا تناسبة. لكن يا بروف بصراحة شديدة، ما هو المناهج، حتى المناهج في أدب البحث العلمي ليست منهجا واحدا، في الوصف، في التحليل، في كذا في كذا، فربما إذا اتبع أي شخص منهج قد يفضي إلى نتيجة مغايرة. هل أنا عاوز أصليه، يعني بيجلس في هذا الكرسي شخص من الذين مثلا في حزب الأمة مع يعني مع أحداث الجزيرة أبا، وشخص من مايو، النتيجة تكون مختلفة تماما، وأنت بتصدق المواثيق التي يقولونها والروايات التي تقال، فمسألة التكذيب هذه غير واردة، لكن مسألة إنه الحق وجه واحد، هل الحق وجه واحد فعلا في التاريخ، في الرواية التاريخية؟ الحق وجه واحد، لكن الرؤية قد تحتمل كده وقد تحتمل كده، زوايا متعددة لكن الحقيقة ما في حقيقة متناقضة. يعني أنا ما ممكن أقول والله الشمس تطلع وتغيب من المشرق، ما بقدر، لا أستطيع أن أقول هذا، لكن بعد كده الرؤية هي المختلفة. فأنا أتقبل جدا اختلاف الرؤى، لكن لا أتقبل أبدا تلوين الحقائق. نعم، ما صحيح بروف. برضو إذا عاوزين نصل لنقاط حقيقية، هنالك الكثير من المسكوت عنه في تاريخ السودان، والكثير من الذي لا نستطيع قوله بتاتا. يعني في عندما تجنح إلى الكتب الكبيرة في تاريخ السودان تجد هنالك أخطاء شنيعة جدا من زعماء كبار، من طوائف كبيرة جدا لا يتم تداولها ولا يمكن تداولها، ونصمت عنها بكامل قوانا العقلية والنفسية حتى لا تثير إشكاليات أخرى. فمسألة المكاشفة والشفافية وأهمية في كتابة التاريخ، محتاجين لخطة ربع قرنية ولا قرنية حتى عشان نصل إلى مبدأ الشفافية في كتابة تاريخ السودان؟ والله محتاجين إلى تغيير ثقافي. ثقافتنا لا تتقبل المكاشفة. من أجل أن تكون في مكاشفة لا بد من تغيير ثقافي نحتمل به المكاشفة، ويعني إذا ما تمت المسألة دي نحن ما بنقبل أبدا. لكن في قضية تانية مهمة جدا هنا. الذي يقرأ التاريخ أو الحادث التاريخي لا بد أن يقرأ بمنطق الفترة مش بمنطق فترتانا. يعني أنا لا أستطيع أن أحاكم فترة تاريخية بفترتي أنا، وفترتي أنا لو جو باكر ناس حاكموني بفترتهم أنا حاكم مدان عندهم، لأنه أنا ابن بيتي، ابن فترتي، ابن كذا. إذا أخذنا مثالا تاريخيا فقط، مثلا ممكن موقف الإمام عبد الرحمن المهدي من ثورة اللواء الأبيض أو ثورة علي عبد اللطيف وغيرها. يعني فعلا لما تيجي تقرأ التاريخ بتشوف أنه كيف يعني إمام بهذه الزعامة والطائفة صاحبة الإرث القتالي وكذا لم يدعم ثورة اللواء الأبيض، لكن إذا دخلت في الرؤية التاريخية والأجواء العامة تجد قد يكون هنالك مبررات تاريخية أو بلغة السودانيين نفاجات. ما والله جبت 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 ثورة 24 والسيد عبد الرحمن وكده. بالمناسبة اللواء الأبيض مش كان ضدها السيد عبد الرحمن بس، أو ما يؤيدها، لم يدعمها بشكل كامل. نعم، هل تعرف بأن جمعية الاتحاد السوداني كانت ضد ما تفعل اللواء الأبيض؟ وجمعية الاتحاد السوداني جمعية وطنية، بل هي قبل اللواء الأبيض، ومؤسسي اللواء الأبيض هم أصلا كانوا من جمعية الاتحاد السوداني. في حوار أجري في جريدة، في مجلة المستقل، كان بيطلع عبد المنعم قطبي، يعني أنا كنت تحدثت معهم، قلت لهم تمشوا تعملوا حوار مع محي الدين جمال أبو سيف
من مؤسسي اللواء الابيض، وهو الكاتب بتاع منشور، كاتب منشور مخلص امين. وبعد الحوار ده بس باقل من شهر توفى. بيقول ثورة 24 دي حركة جيش، يعني ما عنده أي عمق شعبي، وبيفتكروها أنها تسرعت وأجهضت. بابكر قباني الله يرحمه قال لي لو المسألة مشت لحد كما كنا نخطط لها بالسرية دي كنا وصلنا بدري جدا، لكن قاموا ديل خربوا علينا أي شيء. كانوا شباب أبزاز وشجعان فعلا. شجعان، لكن الحكمة الحكمة. ما هو لو تمت الائتلافات ما دارين يعني نعيد محاكمة التاريخ مش قراءته وكتابته فقط، لو تم يعني تبني هؤلاء الشباب الأفذاذ والشجعان من القيادات في ذلك الوقت، القيادات الزعامات الدينية والبيوتات الكبيرة، ربما تكون أفلحت في إثمار آخر. أيضا الكاتبة التي كتبت عن ثورة 1924 وأوجدت لها مبررات اجتماعية، وأوجدت لها أنه حتى في جنوح علي عبد اللطيف القادم من أقصى جنوب السودان واحتناقه للإسلام وتحدثه باللغة العربية وجنوحه إلى الوحدة مع مصر، تحدثت أنه والله يا أخي كانوا يجنحون إلى المساواة الطبقية الموجودة في مصر، ولذلك تمت هذه الثورة. طيب إذا أخذنا جانب آخر، جانب بيوتات دينية، لو سمحت لي قبل ما تمشي، أهو ده الجانب الخطأ في كتابة التاريخ، وكتاب موجود ومتداول، موجود ومتداول وخطأ، ومش يا واحدة، ناس كثار جدا بيتكلموا في أنه عن عبد اللطيف من جنوب السودان من كذا من كذا من كذا. هل تعرف بأنه عن عبد اللطيف ده من الخندق؟ خندق بشير عليكم كذا من الخندق. على عبد اللطيف من هنا؟ طيب والكتابات التي تمت والملاسنات الموجودة في الصحف القديمة مع حسين شريف وغير ذلك، كله كله كله. شفت اللي لو مشيت للخندق يكلموك عنه، لو مشيت بر المحس دي يكلموك عنه. انت عارفة عنده صلة بعبيد حاج الأمين؟ وعبيد حاج الأمين هو جابه لرئاسة الجمعية، لكن احنا بيجوا ناس بيكتبوا، يعني عندنا مشكله طبعا بالموضوع. دي رؤيه جديده بصراحه يا بروف، اول مره اسمعها. لا 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 انا بكلمك عن اصول مغايره لعلي عبد الله. لا لا بكلمك، امشي للخندق اساله. علي عبد اللطيف احمد ده اسمه بالكامل، يعني جده نفسه اسم عربي مسلم. طيب يا بروف احنا عاوزين نتحدث عن نقطه اعتقد انها برضه من الاهميه، بمكان اثر الأيديولوجيا السياسية والفكرية في إعادة كتابة التاريخ مرة أخرى. يعني سيطرت كل حقبة أو كل حزب سياسي على تاريخ السودان تجعل الذي يظهر على السطح فكر محدد، أيديولوجيا محددة، أثر ذلك على كتابة تاريخ السودان. عقب هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. برنامج فلاش باك ومساء النور، مرحب بك من جديد بروفيسور عبد الله حمد نالله. وتوقفنا في نقطة أعتقد أنها من الأهمية بمكان، يعني السودان كله الحديث، تاريخه حديث جدا، وليس يعني لم يختمر بعد بأي حال من الأحوال، لم نصبح أمة بعد، لا زلنا شعب. هل الأيديولوجيا السياسية والأفكار والحقب التاريخية الطويلة تؤثر على إعادة كتابة تاريخ السودان وإعادة قراءة هذا التاريخ، ويسيطر على السطح لفترة طويلة أفكار محددة وتدخل في الأعماق أو في الداخل أفكار أخرى؟ ده مش في السودان بس، ده يمكن في كل العالم كده، ومش الأيديولوجيا السياسية بس، لا يعني حتى الوضع الاجتماعي وحتى كده يؤثر. يعني عندنا في التاريخ الإسلامي جول العباسيين لعنوا الأمويين ما خلوا لهم حاجة، لما مشوا العباسيين جول بعدهم لعنوهم ما خلوا لهم حاجة. إذا أخذنا مصر القريبة دي يعني برضو، يعني حتى اللي بيتكلم الظاهرة، أبرز ظاهرة بيتكلموا عنها في التاريخ المعاصر جدا، أنه يقولوا جمال عبد الناصر هو أول رئيس جمهورية مصر ومحمد نجيب قاعد. كويس. للأصول السودانية ولا لماذا؟ ما عنده أصول سودانية محمد نجيب بالمناسبة. يتحدثون في أكثر من رواية لديه حبوبة سودانية. لا لا, لا 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 ما عنده محمد نجيب كتابه كنت رئيسا لمصمة موجود، ويتكلم عن أمه ويتكلم عن أبوه وكذا، صحيح أمه مولودة في السودان
أم مولودة في السودان، لأن وكان حريص حتى على الأحزاب الاتحادية ولم شملها في داري مش الاتحادية، حريص على هي على السودان كله. على أنا قابلت محمد نجيب وقعدت معه على صلة السودان بمصر. أنا قابلت وقعدت معه شو محمد نجيب. محمد نجيب سوداني لم يرى مصري إلا بعد ما انتهى من كلية أردن، وعايش سوداني. وفي 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 كلام أنا قلته في أكثر من محل لما يتكلم لي عن السودانيين أحبابي، خربوا قلبي على حلموني المحنة وفاتوا خلوني. شوف على أخوي هنا في المنيا شهرين ما يشوفني ولا أشوف الـ 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 بالقطع الوضع السياسي والوعي على الأيديولوجي والوضع ده كله بيأثر في كتابة تاريخ السودان. مش يعني كتابة التاريخ عامة، مش في السودان بس، في أي محل المسألة دي بتأثر. لكن المسائل بعد ذاك بتعتدل، لأنه ده كنت ده تاريخ معاصر جدا وناس عايشينه وحاضرينه، معاصر حجاب إلى حد ما وحاضرينه. لما تنقش على أيديولوجيا سياسية دينية اجتماعية أي شيء بعد كده يعني المسألة بتعتدل. يعني الآن مثلا محمد نجيب دخل التاريخ مصر بعد كان لا مغيب. أقول لك حاجة ثانية، وبرضو من مصر ممكن أضرب أمثلة كثيرة من السودان. في مصر مؤرخ الحركة القومية عبد الرحمن الرافعي، وهو الحزب الوطني بالمناسبة رأيه سيء جدا في الثورة العرابية، رأيه سيء جدا في الثورة العرابية. عبد الرحمن الرافعي في كتبه نفس الرأي في الثورة العرابية أورده، لكن هل الآن في مصر هناك شخص لا يعتز بالثورة العرابية؟ ما في. طيب بينما الرأي في وقته لم يكن كذلك. يعني الحزب الوطني اللي هو حزب مصطفى كامل، أنا بتكلم مش الحزب الوطني الحديث، وشوقي بصيد مشهورة صغار في الذهاب وفي الإياب هذا كل شانك يا عرابي، عرابي كيف وفيك الملامة، جمعت إلى ملامتك الأنامة، فقف بالتل واستمع العظامة فإن لها كماله وكلامة، أهلا وسهلا بحاميها وفادية بسخر ومرحبا وسلاما يا عرابية قصائد. لكن هل شوقي إذا بتمرر غير القصر يعني فعلا المعاصرة حجاب معاصرة؟ لا، ومش دي مش ما بتدخل في ده، لكن بتدخل في المعتقد السياسي. في المعتقد الآن الجميع اللي كانوا مع المعتقد أو غير المعتقد أصبح يعني بطل قومي عليه إجماع، لأنه السبب راح، لأنه السبب زاد. طيب بالعودة للواقع السوداني، يعني دايرة دائما أمثلة من الواقع السوداني. أنا قصدت الفكر بتاع الأيديولوجيا والفكر بتاع المعتقد حتى الديني وكذا. إذا أخذنا مثالا ناتجا من مذكرات بابكر بدري، وكان في حلقة أستاذنا محمد خير البدوي، وعارف أنه عندك مد وجذر. صحيح. مد وجذر لا كثير لا مع في هذا في الرجل. في مد جذري ما في. يتحدث أن والله الجنود الذين قدموا لاستعمار السودان مع كيتشنر باشا كانوا في أغلبهم من السودانيين الحانقين على الخليفة عبد الله والتورشين أو الخليفة عبد الله التعايشي، وعن الظلامات التي كانت في ذلك العهد. فمسألة سكوت التاريخ عن بعض الأشياء التي قد تكون فيها حرج أو بعض الحساسية، ومسألة المعتقد الديني والسياسي والفكري قد يكون عنده علاقة بكتابة التاريخ وبصناعة التاريخ نفسه، لأنه في نقطة فاصلة تلقى أنه في تداخل ما بين الوطنية وما بين المعتقد الآني. ما صحيح أن الجنود الجمعة الخليفة مع كيتشنر هم حنغير على الخليفة عبد الله؟ طبعا الرواية عائدة لمحمد خير البدوي وأنت سمحت منه. أي نعم صحيح، في سودانيين التحقوا بكيتشنر بعد ما دخل، لكن أصلا الجنود دخلوا مع كيتشنر هو الرقيق المحرر في القاهرة، والكومبيوم الأرطى اللي دخلت السودان، وديل طبعا ما عندهم أي يعني ولا عاشوا في زمن المهدية عشان يرضوا أو يغضبوا يا الخليفة عبد الله. ديل جنود أهدن على الرؤية التاريخية اللي ممكن تغبش التاريخ. المسكوت عنه في تاريخ السودان كثير وكثير جدا وأسوأ من ده.
أسوأ من ده. ولكن في الفترة الأخيرة الناس بدوا يتكلموا، يعني أنا أمس بستمع لدكتور أبو شوك الطاهر حسن التوم، فبتكلم في أنه والله في شخصية سودانية استعان بها ويجت لإقناع الشريف حسين شريف مكة بالثورة على تركيا. فلما سألوا طاهر حسن التوم ده منه، قال له لا خليه، لما لحق قال له الشخصية ذكر له طوال. يعني الآن أفتكر في اتجاه في أنه يعني نتخلى وان كان ببطء شديد وبحذر نحن شديد. مجتمع السودان مجتمع محافظ جدا في هذه النقاط. طيب يا بروف، انت قبل تفضلت بقول جمله مهمه جدا، قلت لي انه نحن لما نجي ناخذ التاريخ لابد ان لا ناخذ من سياقه التاريخي صحيح والاجتماعي، لا صحيح ننتزعه انتزاعا. صحيح هنالك بعض الاحداث التي قد تكون غرائبيه، يعني مثلا حادثه الجهاديه السود في كسلا، و يعني تدخل السيد الحسن حولها، وبعد ذلك الخلع والكساوي والنيشان المجيدي وكذا. هذه الأحداث كلها هل فعلا لابد أن يعني نحكم لها بزمانها، ولا لابد من وجود تيارات تصحيحية في كل الحقب، تيارات تصحيحية وطنية في كل الحقب التاريخية؟ علك فهمت السؤال، ولكن لا أريد أن تكون هنالك إضاءات أكثر إيضاحا. نعم والله انا بحب دائما انه نقرا الحدث في سياقه التاريخي، لانه لما نقرا الحدث في سياقه التاريخي بالقطع هناك اختلاف رؤى موجوده. الانسان لما يصرف ما في معظم الاحيان ما بيصرف بخيانه، بيصرف لانه هو معتقد انه بيصرف الحاجه الصحيحه، لكن فيما بعد نحن قد نجد خيانه. فما ما يعني انا ما من الذين يذهبون الى انتزاع الحدث من سياقه التاريخي. وفي حاجه ثانيه، معلش ده قد يكون ضد ما نقوله من الشفافيه والوضوح وكذا وبتاع، انا ما ميال ابدا الى تجريم وتخوين رموزنا الا اذا في سبب واضح. في بعض الناس لمجرد الاختلافات ميالين الى تجريم والتخوين والتقليل من الادوار التاريخيه، حتى كما حدث مع ازهري مثلا. من الادوار لا، وغير ازهري، يعني ازهري يمكن اقل الناس، يعني ما في ناس خونوه كتار، لكن في تقليل من الدور. في يعني في ناس بيقول لك يعني ازهري عمل شنو، ما فعل كذا كذا، يعني نقط. لا صحيح صحيح، لكن انا بتكلم عن ابعد من كده، الاتهام بالخيانه والعماله والتجريم، و لمجرد انه انا في الضفه الاخرى من 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 ما يقف هذا الشخص او مما يكون هذا الحدث. انا لست من الذين يذهبون الى هذا بتاتا، بفتكر في انه يعني تاريخنا ده عباره عن اجتهادات، واجتهادات يعني هي 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 فيها كثير من الاخلاص، لكن فيها كثير من التكتيك. التكتيك ده يقول بيجيب لنا المشكلة هو، شفته؟ فالواحد نقرأ تاريخنا بسياقات، أحيانا بيكون ما في سوء نوايا، لكن بيكون في سوء تقديرات في الكتابات التاريخية. في 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 يعني مثلا أنت تفضلت برضو قبيل بأنه على الكاتب التاريخي أو على المؤرخ أن يكون متجردا، صحيح. لكن تحكم على الإنسان بالتجرد من ما أدري أقول أهواءه، لكن من ميوله، قد يكون هذا الشيء غير متوافق. يعني مثلا هنالك مؤرخين كبار اشتهروا بأنهم بيؤرخوا لفترة محددة، مثلا زي بروف أبو سليم ربنا يرحمه، تبنى تماما يعني مسألة الأنصار أو حزب الأمة أو كذا، فترة المهدية دي أخلص لها. ففكرة أن يكون المؤرخ منزوعا من كل التجاذبات السياسية العقدية الفكرية، هل هي مسألة واقعية، ولا فيها بعض الجنوح للكمال الذي لا يتأتى؟ ينبغي أن تكون واقعية، ينبغي أن تكون واقعية. الشخص الذي المؤرخ ده ما زي القاضي، القاضي إذا شعر بأنه والله هذه القضية هو يعني ليس محايدا فيها ومتعاطف معها، جاي يتنحى يجي قاضي ثاني عنده هذه الحيادية. المؤرخ ينبغي على المؤرخ أنه يعني يكون محايد تماما، ينظر إلى المسألة
طبعا هي مسألة صعبة أنك تجرد الزول من عواطفه، لكن هكذا ينبغي أن يكون. في ناس بالمناسبة كتبوا بتجرد شديد، يعني بس بيكتب لك الحادث التاريخي ولا يعلق عليها. يعني مثلا عايز زي الأستاذ مكي شبيكة، يعني إلى حد كبير يعني كان بيحاول يكتب الأحداث التاريخية كما توصل إليها. قد يجوز يكون توصل لها ناقصة، يجوز توصل لها يعني برؤية أخرى، لكن بكتبها فيما يرى وفيما يعتقد. بصدق شديد. ونحن لا نريد أن يكون التاريخ قرآن، نص واحد. حتى القرآن ده قراءات، حتى القرآن نفسه قراءات، ولا واحدة ولا اثنين، سبعة. أي نعم، التاريخ يعني قابل لقراءات متعددة، لكن ينبغي على المؤرخ بقدر الإمكان أن يتصف بالحيدة الكاملة، وإلا ينبغي أن يعني يبحث له عن مجال آخر نعم. يكتفي. بروفيسور عبد الله حمدنا الله، نحن في هذه الحلقة حاولنا أن نعمل يعني دوائر مفتوحة أكثر من الوصول إلى نهايات، صحيح صحيح، لكن هنالك أيضا جزء مهم جدا في التاريخ اللي هو معايشة التاريخ والإحساس بأهميته. معروف لدى الجميع أن هنالك مناطق ثرية جدا بالتاريخ وثرية جدا بالآثار إن صح التعبير في مناطق السودان المختلفة. ربما تكون هنالك بعثات من الأجانب، ربما تكون هنالك سرقات، ربما تكون هنالك كنوز موجودة خارج السودان. وعلى عينك يا تاجر في متاحف مشهورة، مثلا كنز الملكة أماني شاخيتي أو أماني تيري موجود في برلين من الذهب الخالص. فدور المجتمع في الوعي بأهمية التراث وأهمية التاريخ ووعي الدولة نفسها. وبيجيني هنا مقولة الطيب صالح، يعني لما يقول لك أنا لست الحجر الذي يلقى في الماء، إنما البذرة التي تبذر في الحقل. حتى الدول الآن الحديثة والمتطورة تحاول، إن لم يكن لها تاريخ، تحاول صناعة التاريخ وإعادة صناعة الحضارة. فأهمية هذا الأمر. نعم، ال طبعا مش المحافظة على كنوزنا التاريخية بس، واستثمارها. ودي إلى الآن عندنا فيها مشاكل كبيرة جدا. الآن إذا مسكنا مصر على سبيل المثال، مستثمرة في تاريخها استثمار لا حد له. بالضبط. يعني أنت بتمشي من القاهرة لحد الأقصر تقريبا 11 ساعة بالقطر السريع. في الأقصر هناك يعني استثمارات ضخمة جدا، ومش وترويج وبيئة مقاربة زي القرية الفرعونية وغيرها، كده كده وترويج دي حضارة 7000 سنة، ده مش عارف ايه، ده ايه ده ايه ده ايه ده، ده ترويج. نحن إلى الآن ما استطعنا أن نروج تاريخنا القديم للسودانيين نفسهم. الآن إذا من هنا طلعت ولقيت أي سودانيين، يا جماعة 200 ذهبتوا إلى، ما بتلقى شخص ذهب. يعني ما استطعنا أن نروج هذه الأشياء، ولذلك نحن لا ينبغي أن ننظر إليها باعتبار حقبة منقطعة نحن دارين نحافظ عليها كده، ندخلها في متحف ونحافظ عليها كده. لا، ينبغي أن ننظر لها باعتبار ده حاجة حية بتتحرك معانا ومفيدة لنا اليوم، مفيدة حتى في الكسب الآن، حتى في الكسب يعني الآن. دول كثيرة قائمة على السياحة اللي هي قائمة على الآثار صحيح وعلى الترويج صحيح لها. صحيح. إذا نظرنا هذه النظرة، أنا أفتكر بن الصالح مع تاريخنا. الآن نحن في انقطاع. أقول لك حاجة، أسأل معظم المثقفين دخلوا المتحف القومي 200، شفتي؟ وكم مرة المسألة تلقيها مؤسفة جدا. أسأل معظم المثقفين دخلوا دار الوثائق 200 وكم مرة، تلقيها مسألة مؤسفة متكئين جدا على الشفاهية اللي بدينا بها هذه على الحلقة. الشفاهية، وبعدين في نفس الوقت ما اتعمل الصلة بين هذه الذاكرة التاريخية وبيننا نحن كشعب، وده إشكال حقيقي. نعم بروف، أيضا استدعاء أهمية التاريخ والآثار والمحافظة عليها لا تتم بيد واحدة زي ما بقولوها للسودانيين، يلد الوحدة ما بتصفي أو ما بتخج البحر كما يقولون. يعني حتى على مستوى الآثار الذي تم مثلا عند قيام السد العالي وغمر أراضي حلفة بالمياه،
عندما غمرت الطرف الآخر شمال الوادي بالمياه، تم استدعاء المنظمات العالمية وتم استخراج هذه الآثار وتم الحفاظ عليها. نحن غمرنا الأرض بالمياه هكذا وانتهى الأمر. فدور الوعي بصراحة شديدة، دور الوعي السياسي ودور الوعي المجتمعي في الحفاظ على التاريخ وعلى الآثار، بغض النظر عن الانتماء الأيديولوجي. يعني مثلا ما ممكن واحد يكون يعني منتمي لأقصى اليمين ويشوف انه دي يعني الآثار عنده لها منظور آخر او حتى وجود منظور آخر، لكن أهميتها على الجميع وعلى كل الأوقات. نعم، للأسف الشديد أنه كثير من سياسيننا، مش كلهم طبعا، كثير من سياسيننا يمتازوا بغباء مطلق وما عندهم أي تقدير للذاكرة التاريخية السودانية، ولا بقدروا قيمتها، لا قيمتها كشاهد تاريخي على حقب معينة، ولا حتى قيمتك في استثماره. ولذلك خلينا السد العالي اللي بيحصل الآن، اللي بيحصل الآن يعني في مش أسيبك من التاريخ البعيد في الشمالية، سنار دي الفضل منها شنو؟ وانا والله ما عارفه ليه الناس ما كتبت عن سنار بكثافه زي ما كتبت مثلا عن الثوره المهديه وغيرها، مع ان هي نعم، تاريخ يعني عميق وضارب في القدم وتمازج وتكوين هويه وغيرها. دارفور الفضل منا شنو؟ فعلا شفته؟ نحن نحن سلطنة كل كل العدو. تاريخنا كل تاريخنا نحن مهملينه إهمال تام، ما في و يعني إلا ما نتناقل شفاهة. ولذلك نحن مش ضد الكتابة، وحينقطع يوما ما نحن الشفهي. مش ضد الكتابة، بس نحن ضد الكتابة وضد الأثر. الأثر ده ما لغة، الأثر ده لغة لا تقل عن الكتابة الموجودة. ولذلك نحن ضد تسجيل كل حاجة في تاريخنا إذا كان حرفي مكتوب، ولا إذا كان أثر شاخص أو مدفون. ودي مشاكل، يعني مشاكلنا نحن كبيرة جدا. وأنا أفتكر مشكلتنا الكبيرة أنه ما بندي العيش لخباز، إنه السياسي ده مفتكر نفسه بيعرف أي شيء، ما محتاج لا لمؤرخ ولا محتاج إلى مثقف ولا محتاج إلى أديب ولا محتاج. ولذلك هو يعمل ما يريد. وللأسف المثقفين نفسهم مقهورين من الداخل، لأنهم معترفين بعلوية السياسة على الثقافة. وبقيادتها. طيب يا دكتور، ولذلك أي مثقف اليوم إما أنه هو مع الحكومة لأنه داير له منصب، أو قال والله انا عيان ولا مش عارف ولا بتاع، طلع اللي قال له سياسي برا قاعد يصفق له بقداك الاول هو الثاني. يعني بمعنى شنو؟ محتاجين لوعي عام. بمعنى انه المثقف ابدا في داخله هو المتنبي، ولا يمكن ان يكون سيف الدوله. ودي 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 مشكله دي عندنا. إشارة طبعا فيها وخز عميق في مسألة شفت؟ شعراء التكسب، لكن ده يرجع راجع لنقطة أعتقد هنا برضو من الأهمية بمكان، أهمية إعادة قراءة التاريخ ليوائم الذاكرة الحديثة. يعني أنت تفضلت بأنه والله إحنا ما بنقدر يعني نقتلع أي شتلة من جذورها لنحاكمها بالراهن، لكن هنالك بعض الكتابات التي كانت توافقية وفيها مسألة يعني جعل الحدث التاريخي أكثر مقبولية ومعقولية، كما تم مثلا في كتاب ويسألونك عن المهدية للإمام الصادق المهدي، لأن المهدية نفسها قد تكون إذا أخذناها من زاوية السنة أو من زاوية الشيعة أو من زاوية الأثر المتعلق بقيام الساعة بتيجي تلقى أن الحاجات دي كلها غير منطبقة. ففي كتاب مثلا يسألونك على المهدي بتحس انه فيه إعادة توفيق للأفكار ومقبولية. فأهمية إعادة كتابة التاريخ وقراءته لتصبح الأفكار دعنا نقول لها أجنحة. نعم، التوافقية من خلال يعني مؤامة الحدث التاريخي أو الفكرة التاريخية للواقع الحاضر،
أنا أفتكر دي ما لست معها. بيني وبين سيد صادق المهدي وتش كبير ومتصل وكل شيء، لكن أختلف معه تماما في هذه النقطة. ليه؟ لما عرف المهدية قال هي نداء قيادة دينية ملهمة تجدد للناس دينهم، استجابة لقوله صلى الله عليه وسلم يعني يبعث في آخر كل قرن من يجدد للناس دينهم. أنا بالنسبة لي دي فكرة مريحة، لكن دي ما المهدية اللي آمنوا بها أجدادنا. المهدية اللي آمنوا بها أجدادنا أنه ده المهدي المنتظر، مش فكرة المجدد اللي عند أهل السنة. في اختلاف بين فكرة المجدد عند أهل السنة وبين فكرة المهدي المنتظر. والليلة لو مشيت إلى أي أنصاري برا يعتقد تماما بأنه يعني المهدي هو المهدي المنتظر كما هو في الناس الكتب. المبايعين آه كما هو في الكتب وكده. لكن المهدية اللي كتب عنها صادق المهدي دي مهدية صادق المهدي، وهي المهدية المقدمة للوسط المستنير والمثقف والعصري عشان يقبل الفكرة. لكن الفكرة دي فكرة المجدد، وفكرة المجدد ما فيها خلاف، فكرة المجدد ما فيها خلاف، لكن الخلاف حول فكرة المهدي المنتظر. نعم. أنا أثبت الحادثة الواقعة التاريخية، الفكرة التاريخية، وأقول والله أنا رأيي بعد كده أن المهدية هي كذا كذا كذا. الأستاذ أحمد أمين كتب كتاب المهدي والمهدية، استعرض فيه حركات المهدية عبر التاريخ كلها بصورة الموجودة دي. توفيق أحمد البكري كتب كتابه مهدي الله كلها بالفكرة. بروف وصلنا لنهاية البرنامج، لكن بالضبط كده ما حسيت بالزمن، مش الأوقات الجميلة لا نحس بها دائما. طيب آخر سؤال، واعتقد أنه من الأهمية بمكان، الحدث التاريخي كما تفضلت ليس حدثا منقطعا أو منبتا عن الواقع، هو يصب في الواقع. نحن الآن لسنا أمة واحدة عشان نكون صريحين، لسنا على قلب رجل واحد، تفرقت دماءنا بين القبائل والجهات السودانية وكذا وكذا. ده برضو له أثر متعلق بالتاريخ وبالثقافة وبالآثار. الآن المثقفين السودانيين منقسمين بصراحة، ثقافة البحر برا بيهتموا بها ويتحدثون عنها ويعلون من شأنها ومن كعبها، وثقافة المناطق الأخرى الشرق الغرب مختلفة ومنقطعة أيضا. أهمية أن نحس يعني وحدوية الوجدان السوداني وحدوية التاريخ السوداني. يعني المهدي بذات أهمية، مثلا يعني عثمان دقنة بذات أهمية، علي دينار بذات أهمية، أماني شاخيتي، هذا الوعي كيف يمكن أن يولد؟ بصراحة نحن جيل الآن لا نملك هذا الوعي، لكن الوعي الوطني كيف يمكن أن يولد حتى تولد أجيال أخرى تحمل هذه الجينات اللي فيها وطنية أعلى، اللي فيها تفهم للتاريخ أعلى، اللي فيها إحساس بوحدة السودان أعلى. نعم. الإحساس بوحدة السودان والإحساس ببعضنا بعض مهم، لكن وحدة الرؤية ليست مهمة. لما تحدث عن وحدة الرؤية، لكن وحدة الموضوعات التاريخية في كل بقاع السودان. لا نعم. الـ 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 والمسألة دي بتتم بأشياء بسيطة جدا، أنه إذا كان نحن اجتماعيا أصبحنا في أصغر الأشياء نتعامل بمفهوم هذه الوحدة وبدون اضطهاد لثقافة، من أصغر الأشياء بنمشي لأكبر الأشياء. أديك مثال. أنا كل ما تدعيني جمعية نسائية عشان أتحدث، بقصد أول حاجة بقول إزيك أنا يا عوين. شوفني طبعا الكلمة دي بيستنكرنا استنكار شديد جدا شديد، وبتحصل ضجة وبتحصل كده وكده وكده وكده. بعد ما تحصل بقول لهم مالكم، أنا بستعملها لثلاثة أسباب. واحد من الأسباب الثلاثة، بقول الثلاثة أسباب لكن اللي بيهمني هنا واحدة من الأسباب ده، أنه على الأقل تلت السودان بيستعمل كلمة عوين، فأنتم مصرين تفرضوا كلمة البحر عليهم ليشنو؟ ما دي ثقافتي ودي ثقافتي، دي ثقافتي ودي ثقافتي. يعني في رأيك كلمة ضاحدة للاستعلاء الثقافي. طبعا. لكن المؤسف أنه حتى
حتى النساء جن الخرطوم من المناطق ديك ويتعلمن بيرفضن كلمة عوين، بيرفضن كلمة عوين، يعني حتى بيبقى احترام للثقافة المحلية ما في. أنا جبت المسألة دي لشنو؟ لكن ممكن تكون فيها حمولات عايدة للرضوخ، المرأة لكذا لكذا. ما في حمولات في نفس المرأة، حمولات في نفس المرأة، لكن في الواقع التاريخي كلمة وأقول لك حاجة، وكلمة ممتازة جدا، كلمة ممتازة جدا، كويس. ليه؟ عوين دي ما صيغة فعيل، انت قريت اللغة العربية، عوين دي صيغة فعيل، وفعيل بتاتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، ولا مش كده؟ لما أقول أمير فهو آمر، ولما أقول جريح فهو مجروح، ولا مش كده؟ كلمة عوين بتحملنا الاثنين، لأنه هي عين للرجل فهي اسم فاعل، وهي معانى به فهي اسم مفعول. يبقى المشكلة وين؟ وجدت ثلاثة خريج حسن. لا المشكلة وين؟ ودي تلت السودان بيستعمل هذه الكلمة. نعم. أنا جبت المسألة دي لشنو؟ يعني من الأشياء الصغيرة دي الدقيقة دي اللي نحن ما بنلقيلها بال، وقد يكون ناس من نفس البيئة لما جو الخرطوم بيجوا يرفضوها. نحن إذا ما احترمنا الأشياء الصغيرة وارتفعنا إلى الأشياء الجليلة ما بنبني الأشياء الجليلة. لا بد من احترام ثقافاتنا لنكون وجدان واحد. نعم. بروفيسور عبد الله حمدنا الله، سعدت برفقتك في هذه الحلقة، وحلقتك كانت من الضرورة بمكان للتحدث عن أهمية قيام مثل هذا البرنامج في الأصل فلاش باك، وهل يعني الإعداد له والتقديم وحتى المشاهدة في الطرف الآخر بعد الصناعة، يعني بعد ما نحن نصنع المشاهدين في الطرف الآخر، هل في خير يتأتى أم لا؟ كانت من الضرورة بمكان قيام هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك، شكرا، ربنا كتر يديك خيرك، الصحة أهلا، والعافية، الله ونلتقي إن يبارك شاء فيك، الله في إن شاء موضوعات الله. أخرى. شكرا جزيلا لتفضل.